وقفي شوي، لوين رايحة هيك؟ مين انتي؟ أنا جديدة اليوم وصلت. عم تدوري هون عالفاضي، مو شايفة؟ أصلا الأجواء معكرة، حرام تروحي بين الرجلين. وقفي لشوف، لوين رايحة؟ أنا قلت لك تروحي ولك يا بنت؟ رضا شو عم يصير؟ ولا شي، واصلة جديد. كنت عم قلها الأجواء معكرة هون، ليش عم تفتلي لحالك؟ بتقول وقفي واسمعيني. شوفي، هذا المكان مو آمن، هون ممكن يصير أي شي. يلا رجعي فورا. ما رح أرجع، رح ضل هون لموت. أصلا ما رح أستحمل كتير. لا تخاف، بموت فورا. بتقول اسكتي، لا تقولي هاد الحكي. ما تاكل هم، ما رح أحكي بعد هلأ، مثلك تماما، لأنه ما بعرف شو مشكلتك، بس ما رح أتحرك من هون لحتى أعرف. ما في شي لازم تعرفي، اللي فهمته أنه عندي القضية قبلك متعلق فيها، مو أنتي اخترت قضيتي، هذا هو الموضوع. معناتها أبي كان معه حق، يمكن أنت ما حبيتني أبدا. ما في داعي للكذب بنوب، مثل ما قلتي. يعني أبي كان معه حق، ما هيك؟ أنت ما حبيتني أبدا؟ كان عندك مشاكل وهموم تانية، ما هيك؟ الله يسامحك يا حسن، بس هذا الموضوع ما رح ينتهي هيك. مو أنا، إذا عندك ضمير هو رح ينتقم منك. ما رح روح من هون، ورح موت قدام عيونك، وانت اللي رح تكون السبب، فهمت؟ انت السبب. بكفي بتول، بكفي بقى. بدك الحقيقة؟ أبوكي هو اللي جبرني على كل هالشي، عذبني كتير وأخذ كل شي مني، أخذ مني رجوليتي، أخذك مني، وأخذ مستقبلي. هو دمرني. حسن، منيح هيك بتقول؟ هي عرفتي، روحي وتركيني بحالي بقى. كفي انت وياه، انتو اتنين رايحين. اختي هاي اختك؟ اسمعوني منيح، كلنا سوا رح نهرب من هون، فهمتوا؟ أختي، أنتي خدي بتول وروحوا، أنا مكاني هون صار. هون لا مكانك أنت ولا مكاني أنا، عمر الواحد منا هون بالكتير سنتين، ومين بيقتل مين ما حدا بيعرف. عم يلعبوا فينا مثل الحجار، أحسن شي إنه نهرب من هون ونخلص، وبما إنه الأجواء جاهزة ومعكرة، كلنا رح نهرب. حسن، بترجاك تعا معنا، اترك العناد مو وقته. أصلاً أنا ما فيني حب حدا غيرك حسن. انسى أنك تنتقم من أبي، انسى. عم تحكي مزبوط حسن، كل شي وقوله حل، لا تبهدل حالك وتبهدل بتول معك كمان. إذا رح تضل هون أنا كمان رح ضل معك، لازم تعرف هالشي. آه يا بتول، مفكرة الأمور بهالسهولة. تمام بتول، منروح. ما دام أنت ما عم تتركيني، وأنا ما رح أتركك أبدا. يلا يلا، خلونا نروح. يلا